السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. هيا بنا أن نتعرف موجز الأخبار بدون تأخير. شهيد فلسطيني جديد برصاص الاحتلال في مخيم طول كرم. الهند: مودي ينجو من تصويت برلمان لسحب الثقة من حكومتي. مقال في الغارديان: مودي تجاهل العنف الديني في الهند ويجب أن يواجه العواقب. البحرية الهندية تعزز التعاون الدفاعي مع الإمارات. الجيش الأوكراني يقر بصعوبات في الشمالية الشرقية. وبايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار لدعم كييف. والآن أن نذكر لكم بالأخبار اليوم بالتفاصيل. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طول كرم شمال غربي ضفة الغربية فجر اليوم الجمعة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية التي منعت سيارات الإسعاف من التنقل والوصول إلى الجرحى. فشلت مذكرة حجب ثقة ضد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البرلمان اليوم الخميس في ختام نقاش استمر 3 أيام. وأظهرت مشاهد بثات التلفزيون أن المذكرة فشلت إثر تصويت الشقبية دعا إليه رئيس مجلس النواب بعدما انسحب من القاعات النواب المعارضة، بينهم زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي. حين كان مودي يلقى خطابا يدافع في عن أدائه، انتقد مقاله بصحيفة الغارديان البريطانية ما سماه تجاهل رئيس الوزراء ناريندرا مودي للعنف الديني في الهند لزمن طويل، وأنه يجب أن يواجه عواقب ذلك. وركزت كاتبة المقال بريا شارما، وهي ناشطة مسيحية وباحثة في مجال حقوق الإنسان، على إراقة الدماء بولاية مانيبور في شمال شرق الهند كأحدث مثال على الاحتكاكات العرقية المتفشية، وعلقت بأن من واجب رئيس الوزراء إظهار أنه الحل وليس المشكلة. في الآونة الأخيرة بذلت نيودلهي جهودا كبيرا لتعزيز علاقاتها العسكرية مع دول الشرق الأوسط نظرا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للهند. أقر الجيش الأوكراني بصعوبات في الجبهة الشمالية الشرقية في حربه مع نظير الروسي، فيما طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا. وقد أعلنت الإدارات العسكرية لمنطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا بدء إجلاء السكان من البلدات والقرى القريبة من جبهات القتال، وذلك مع إعلان الجيش الروسي تعزيز مواقع هناك. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.